اشنو وقع؟ جاو الصباح واحد ثلاثة غادي مسافرين غادي لكازير، ويجي جا المخزن اكتشف هذوك الناس الكريسون شاف بانه كاين الصاك فيه الجنوي، ولا المخزن جا المخزن سد الباب ديال الكار، مشاو وقفوا قدام هنا قدام اسواق السلام، حتى جاو المسؤولين وجاو تمايا المخزن وطاشاهم وهزوهم وداهم، الحمد لله على السلامه من نقبتوهم بعدا، لو كان خلوهم غادي توقع شي مشكله بعدا لهذاك الكار. قال لك كل واحد واش يقول واحد، قال لك واحد شوفور قال لك جايين من ازيلال وهبطوا لهنا لمراكش وقتهم مشاو لكاجير قتهم لهنا، كل واحد واش يقول. وقال لك واحد مول ما هو اللي عرفهم، قال لك صافهم تيشوفوا داك تيصوبوا داك الشيء ديال الجناوه وتيمسحوا فيهم ويهبط. قال للشيفور قال لي ترى اللي كاينه راه واحد هو اللي قال لي راه شي واحد تيصوبوا الجناوه تما في الكار، سد البيبان طلع جاب الدوره وقف ليه ويمشي يهبط للساعات اسم البوليس. المهم من البارح جا السي مكوار وجاو الناس مسؤولين دخلوا عند المدير وقيل الله اعلم، شافوا كاميرا ديال اسواق السلام. المهم شوف عليهم هذا الصباح، هذا الجمعه الصباح تفاجئوا بالمخزن كثير، لقاوهم راكبوا راكبين في واحد الكار ديال الاتران، شافوا مير واحد من الماء هو اللي شافهم تيقادو الجناوه في السيكان ديالهم. علم الشيفور علم السلطات المحطه، جاو لقاو عليهم قبل. المهم جاو مع الصباح صابيتين هما صهران على القضيه بتوفيق الله تعالى وعلم. المهم جاو مع الصباح قبضوهم في الكار ديال الاترانسوس. اخويا احنا جي من تارودان تحصلنا في مزوده، شفنا فيديو تلاح في فيسبوك بلي شي واحد ذبح شي ثلاثه ذبحوا شي وحدين، هي هذيك اخويا فاش داك الفيديو تخلع هنا، وانا كالغرض ديال دوك ثلاثه هما الارهاب، الغرض ديالهم الارهاب، يعني قتلوا ثلاثه الناس هنايا وكان غادي لاكادير، غادي نهار بالاكادير باش ثاني يمشي يقتلوا ثاني شي ثلاثه الناس اخرين، هي هذيك باش يشوهوا السياحه في البلاد، هذاك هو الغرض ديالهم هما، وانا في صالحي يعدموهم يديرهم الاعدام ولا يحيدوا لهم عينيهم ولا شي حاجه، المهم بحال هذوك باش يعطوا العبره للناس الاخرين. يقولوا كاع الناس هذوك يهود ما تشيلش ليهم هكا، هذيك حاله وحنا مسلمين، واخا يكونوا يهود هذوك الناس ما تشيلش ليهم هكا، ولكن راه كاين الله، ها هما عطاوهم رجال الشرطه وما غادي يخدموهم، قلت لهم انا المؤبد، قلت لهم المؤبد. حبسوا الشيفور تهدد بان ما باقي يقدر باقي يسوق الكار، والكار رتينا على المحطه، ما باقيش مشاو المسافرين تخلعوا على راسهم، وراه الكار دابا هو في المحطه الطرقيه ما باقي يمشاش. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، مكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة، نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.